الله وبركاته، معكم كريزما الكلب، فيديو جديد من فورتنايت. النهارده هنعمل تحدي اسطوري. تحدي اسطوري ايه هو يا مالك؟ التحدي اللي احنا اول كنز نفتحه او اول سلاح نلاقيه نلعب بيه لاخر الجيم ونفوز بيه او نقتل بيه كليات يعني شويه عاليه. يا بسم الله، دلوقتي نبدا. الله الله يا دلوقتي نبدا. تحدي يكون مستوري يعني. برقصة صعبة ولا لا؟ صعبة والله، برقصة صح. مهمة يعني. هنروح فين اكيد يعني؟ اكيد زيرو بويز. زيرو بويز احنا هنروح. زيرو بويز. يلا نبدا. كل مره دلوقتي نبدا، دلوقتي نبدا، دلوقتي نروح. انت ما فيش تشكيل لابسه زي يلا يلا. هي يعني لسه داخل من نص ساعه. زيرو بوينت فين؟ اوكي رايبا يعني. ايه ده التانك قاعد يختفي صح؟ يب. اول سكت او اول سلاح نلاقيه ناخده وما نغيرهوش ابدا او ممكن يعني. لا 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 صراحة ما خلص. ناخد اي حيل اي حاجة بس يعني. طب اللي بترمي دي وبتطير ينفع؟ ينفع من السلاح يعني، اهم حاجة اللي هو من السلاح. يا رب يا رب. ده فرد ريلي؟ ام ديت. ممكن فرصة ثانية ولا لا؟ تك كان قدامي تك ما شفتوش والله اني كان. ولا حول ولا قوة الا بالله. طب انا نفسي افهم اعمل ايه بالفرد؟ احنا لقينا اتنين فرصة او تلاتة اكيد يعني. واو ما شاء الله، خلاص ده اخر واول مرة اعمل التحدي ده. تقولوا لي تحت اللي انتوا عايزين اعمل التحدي ده تاني. واحد عمل على ايه باونتي؟ واو. طب ليه انا يعني؟ عجبك السرق؟ شفتك. ها ابلع 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 ابلع. اخي الفرد ده، وشوف اللوت اللي عندي يا اخي. شكله تحدي جميل جدا. ليه الاسلحة الحلوة قاعدة تجي قدامي؟ عايز اسلحة وحشة زي فرد. نقدر نجيب السلاح مرتين على فكرة، بس فرد يعني لازم يعني عادي. طب ليه عامل عليه باونتي ده؟ في تعالى اللي انت راجل ران هيك يشوفوا التاك. اهم حاجة يكون عندي اتنين هيل كمان يعني، اتنين هيل زايد. ملكوت سلاح. طب الاسم شيء زي يعني الفرد صح؟ ولا لا؟ اكتبوا لي تحت. هذا مشكل كبير، هذا فرد ما شاء الله، هذا جميل جدا. نقدر نغير السلاح؟ والله سلاح يعني اقدر اعمل عليه ابجريد صح؟
اتبعتي ان منى يعمل لي علامه ده حمراء، هذا عمره كبيره. رد نايس طلعت مش عارف شيل دي 6 اعمل ايه بيها. يا رب طلعت. مشكلة الصوت عالي. وبص بص جاي في وداني. بص مش مركز. بليز امو بليز امو بليز 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 يا اخي اطلعني. طب والله مش هطلع، مش عايزنا مش التحدي ده يا اخي، التحدي ده يا اخي. امو امو اديني امو اسكار. ايه اديني امو اس ام جي، اديني امو اس ام جي. هو ازاي اس ام جي يعني؟ فرد فرد. شكرا 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 شكرا. عندي كم دلوقتي؟ 54. ده شكله اللي عامل عليا باونتي. شوفي بيدمج كام الفرد من بعيد يا اخي، والله هبجلك. شنو هذا التعدي الصعب والجميل هذا؟ انا اخر واول مره اعمل التحدي. مش قوي يعني. اجمد اشكالك حبيبي، اجمد اشكالك بالفرد اكيد بقى. بص قد يتعصب عليا. شفت من بعيد دم 19. واو مي واو ريدي. ما اعرفش اللي فرد كده وحش يا للدرجه دي. بس الباد بيربل بيكون ازاي 20 يعني؟ موت موت عليا واحد بالطياره. موت بالطياره. ايه بالسياره؟ موت يا إلهي. بس اعرف العب بيه يعني. حمل كبير كمان. خليني اخد الجاز. جاز يعني طيب بس بتدمك. سارة احنا سلاح واحد بس كده. فردي طلع كويس يعني. البوت هنا. البوت بيكون معاه فرد، بيكون معاه بيبل. اقدر اعمل ابجريد، اقدر اعمل ابجريد للسلاح عنده تقريبا صح؟ نو ابديت. بدا التوتر مش عارف ليه، مش عارف ليه التوتر جالي دلوقتي لسه. انا او 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 نو او نو 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 او نو
والله اللي جبته ليا لايك وسبسكرايب كبيرة جدا من بعيد حتى. لايك وسبسكرايب 50,000 مرة. سيبني حتى اخد الموارد. طماعة سيبني. فينه بس اللي ضرب عليا؟ لا توكلنا على الله. اوكي ده من انواع البوز. ناس فرصة واحدة بس. والله جليد والله جليد اخي. كان مناوب تنوب بس الفرد يا اخي بيدمك كم الفرد. بس انا موت عشان اعرف ازاي. ماشي فرصة بس الاكل اللي انا قتلته من بيت الفرد ليا لايك وسبسكرايب 50,000 واحد مرة. واحد مرة 50,000 واحد. هنروح زيرو بوينت. هي خلاص خلاص من سيزون. احنا سيزون 5 تقريبا. سيزون 5 من سيزون 10 وانا العب بيه. العب بيه يعني انزلها فيها يعني. انزل في المدينه بتاعتي مش بتاعت حد. اللي خدها مني يكسر قلبي. ظريف. يلا بسم الله. انا اصل فرصه لازم نروح نجيب تاك. لا يعني لا لازم انه احنا عملنا التحدي خلاص نسمع كلامنا. مش عارف ازاي نسمع كلامنا بس. لا لا عملت غلط حاجه في الايديت. تعمل تعمل كده. احنا عارفين اللي احنا هنروح. عصفور او البكبكاء اللي بيقول. البكبكاء بط لو ليه الصوت علي كده؟ بسم الله ولا ما. يا رب يا رب نايس نايس. ليه انا علي تيب؟ وكده خلاص عملنا التحدي اللي هنقتل كيس. والله العظيم خلاص تحدي صعب. انا يعني على نفسي افل. جالي فرد من اول يعني تعتبر فوست الجيم. تعتبر فوست الجيم 7 كيلز بالفرد. خلاص احنا عملنا التحدي اللي احنا نقتل 7 كيلز بالفرد. والله يعني فرد وحش وقتلت بيه 7 يعني. اكتبوا لي تحت تحدي صعب ولا لا. والله العظيم تحدي صعب يعني. تاخد سلاح تلاقي سلاح سنايبر تعمل ايه؟ ران كده والله. بس ما تنسوش تدي لايك سبسكرايب. فين اللايك؟ ما تنسوش تدي لي لايك وسبسكرايب اللي ماتت. مع السلامه.